لجل اليماني واليمن حرفي يخوض أرض المصاعب ما يهاب الاعتراض خصم اليماني ما نشوفه كالبعوض مليت أنا صابر طفح كيلي وفاض قولوا لقادة اليمن يكفي غموض يا شرعية حبلة ولا جاه المخاض هل في أمل لابن اليمن يلقى عروض ولا كمن قال انتظر لديك باض والله ما ظنيت بانلقى نهوض ما دام والقادة تحب الانقضاض لا يعرفون الله ولا صلوا الفروض وان قام صلى من غضاضه وامتعاض كم يا متاعب فوقنا كم يا قروض وهم بوسط ضخم فنادق في الرياض صارت حكومتنا على حسب الحظوظ على سبيل القول ولا الافتراض واجب نرحلهم ويكفيهم ربوض يا ليت تنشر هالجريدة في عكاظ يتسابقوا لجل المصالح بالركوض والوجه الأسود ما يفكر بالبياض حسبي عليهم كم بقلبي من رضوض حسبي عليهم كم بقلبي من رضوض تعبت وأنا ملتزم بالاحتفاظ تعبت وأنا ملتزم بالاحتفاظ وسلامتكم الشاعر خالد الرائي.